السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. المواضيع الموجودة عندكم في الذاكرة اللي هو ventricular septal defect PCD. PCD من المواضيع اللي هي مهمة جدا للكلينيكال. ما أكثر حالات البي إس إي اللي بتنزل كلينيكال بيسس؟ لا ما هو موبايل كده موبايل قديم كده. من المواضيع اللي هي مهمة جدا عشان الكلينيكال و ليه مهم عشان الكلينيكال؟ عشان تشخيصها سهل جدا كاوسكالتيشن. اي واحد بيحط السماعه على الهارت حتى لو هو عنده نيرف ديفنس بيسمع المركب واضح جدا لانه بيتسمع بالنك كتير مش محتاج سماعه. فلذلك بندخل في يعني حالات كارديولوجي كتير جدا في السرير سواء امتحان راوند او امتحان اخر السنه. حاله سهله فبنستغل سهوله الحاله ان تدخل لطالب الاندر جرادز اللي هو طالب البكالوريوس. طبعا المنفحل اللي هو هيبدا يناقشك في الحاله اخر السنه حاطط في دماغه ان الموضوع سهل والحاله سهله يبقى اي خطا لن يغتفر. عشان تبقوا عارفين اذا كان الاكزامينر خلاص داخل على حاله زي كده بيمتحن الطالب يبقى حاطط في دماغه ان الطالب المفروض يبقى عارف كل حاجه عن الموضوع لان الحاله بسيطه جدا. طبعا انت عمرك ما كل حاجه عن الموضوع الا اذا كنت فاهم اساس الموضوع ده ايه. زي ما اتفقنا في مقدمة الكارديولوجي أول حاجة بنبدأ بيها وقت ذا ديفينيشن. يعني إيه بي إس دي؟ بي إس دي عبارة عن ديفكت في الإنتر فنتريكولار سنتر. في مشاكل؟ خالص. النقطة الثانية ذا إيتيولوجي. هو إيه اللي هيعمل بي إس دي؟ زيه زي اي congenital heart disease الموست كومن idiopathic 50% مش عارفين تراكم ايه. ال 50% التانيين عندهم genetic basis. انا عرفت الجينيتك basis دي ازاي؟ ان في عندي positive family history. النقطة الثانية ان السبب بالفعل وجود جين ال congenital heart. الناس دول ادونا هيستوري لحاجه من الحاجات اللي ممكن تعمل ايه؟ كونجنتال هارت ديزيز. زي ايه؟ ساعات الام انت وانت حامل اتعرضت الى اي اشعه غير الاشعه التلفزيونيه قد تكون الاجابه نعم. يبقى في الحاله ديت هيستوري اكسبوجر تو ايراديشن. كنت بتاخد ادويه اثناء الثلاثه اشهر الاولى من الحمل ممكن تقول ايوه. يبقى هنا يسرق اكسبوجر تو انذر دراكتوجين هو دراكس. ممكن الام اخد منها هيستوري اوف كونجنتال انفكشن سجستر كونجنتال انفكشن. الام وهي حامل في الاشهر الاولى من الحمل سكتت ومع السخونيه كان في سكن راش واتعرف في الاخر ان دي روبيلا. الام كان جالها روبيلا فابنها جاله كونجنتال روبيلا. عمل اي نوع من انواع الكونجنتال هارت بالصدفه كان في السن. يبقى هنا في هيسترو اكسبوجر تو كونجنتال انفكشن. السبب الثالث ممكن الام اثناء الحمل ده كان عندها
اي مسؤول الديزيز بيتعالج منه كان دايابيتس، كان الام جابها هايبرتنشن اثناء الحمل، كان الام عندها رينال ديزيز اثناء الحمل، وتبقى نوع الديزيز اللي هي تعرضت له. وقع الديزيز ده ممكن هو مباشرة يعمل الليجن، يا اما الدراج ثيرابي اللي انا باخده هو اللي عمل تراتوجينيك ايفكت. السبب الرابع ان انا ممكن ابص على العيان الاقي عنده abnormal patients. الabnormal patients دي بتشير ان الولد عنده يا اما كروموسومال ديس اوردر يا اما جينيتك ديس اوردر. دول كان من ضمن المانيفستيشن بتاعتهم ان كان الولد معاه ايه؟ في السنين هتدخل انت فاكر السنه على حاله داون سندروم مثلا، وانت بتفحص الداون سندروم وبتحط السماعه على الخط سمعت الميرور بتاع مين؟ البي اس دي. يبقى هنا الكروموسومال ديس اوردر ده سبب مباشر لمين؟ للبي اس دي. فما تيجي تتعامل معاها مش هتتعامل ان هي بي اس دي، هي اساسا داون سندروم واسوشيتد ويز او كومبليكيتد ويز ايه؟ انتريكيولار سيبتال ديفكت. يبقى ممكن اسوشيتد ويز سيبتال سندروم او جينيتك ديس اوردر. دي مشاكل دي اسباب البي اس دي. خرجنا بره اللي احنا نعرفه خالص، هو نفس الكلام. النقطه الثالثه، ايه هي انواع البي اس دي؟ يمكن دي جديده في كل موضوع بقى. التايب بي اس دي هي ايه؟ لو جينا بصينا للرسمه اللي قدام حضراتكم، ادي عندي اللي مرسوم بالاحمر تحت الليفت فنتريكل هنا، واللي بالازرق ده الرايت فنتريكل. ما بينهم الانتر فنتريكولار سيستم زي ما هو مرسوم قدام حضراتكم كده. لو بصيتوا على الانتر فنتريكولار سيستم، يا دكتوره خليكي هنا، لو بصينا على الرسمه دي كل واحدة والله معاكم في الورق. أنا اللي عايز تمليه هقول لكم اكتبوه. لكن ركزوا هنا. وسيبوا ده كده خالص. خالص. بلاش أي قيمة. خلاص مش هقول حاجة براها. إذا قلت حاجة براها هقول لكم اكتبوها. ماشي؟ بس عينينا على الرسمة. لو جينا بصينا للإنتر فنتريكولار سيستم اللي أنتوا شايفينه كده، هتلاقوا الآتي. الجزء ده هو الانتر فنتريكولار سيستم. الانتر فنتريكولار سيستم اللور تو ثيرد اللي انا بشاور عليهم دول عباره عن جزء من المسل وول اوف ذا فنتريكل. عباره عن جزء من المسل وول اوف ايه؟ اوف ذا فنتريكل. ادي الدبل اللي تحت جزء من المسل وول بتاع مين؟ الفنتريكل. بسميه ماسكولار بارت اوف انتر فنتريكولار سيستم. يبقى عندي الانتر فنتريكولار سيستم الدبتين اللي تحت اللي انتم شايفينهم دول، ده جزء من الوول اوف ذا فنتريكل، وده بقول عليه ذا ماسكولار بارت اوف ذا انتر فنتريكولار سيستم. التالت اللي فوق ده وده. التالت اللي فوق لو انتم شايفينه هم عباره عن ايه؟ خط ازرق وخط احمر ملاصقين لبعض. ده عباره عن لير من الاندوكارديوم بتاع الرايت فنتريكل، والليير الثانيه من الاندوكارديوم بتاع مين؟ الليفت فنتريكل. دول عباره عن ايه؟ ده ممبرين وده ايه؟ ممبرين. فبسميه ممبرينس بارت اوف ذا سيستم. ده بيمثل التلت الفوقاني بتاع مين؟ الانتر فنتريكولار سيستم. يبقى الانتر فنتريكولار سيستم زي ما حضراتكم شايفينه كده، لاقيين ايه؟ اللور تو ثيرد ماسل بارت، الابر ثيرد عباره عن ايه؟ ممبرينس بارت. الناس لما جت تقسم البي اس دي، اول حاجه قسمت البي اس دي حسب السايت بتاعها. هو الديفكت ده موجود في اي جزء من السيستم. إذا كان الجزء اللي موجود فيه الديفكت ده الماسكولار بارت، ده يسموها ماسكولار بي اس دي. يعني لو جيت شفت واحد كده لقيت
واحد عنده الديفكت هنا زي ما حضراتكم شايفين كده. هنا الاثنين فاكين على بعض فين؟ في المسكولار بارت اوف ذا سيكتر، هو اللي فيه ديفكت. فدي بنسميها ايه؟ مسكولار في اس دي. يبقى لما اسمع كلمه مسكولار في اس دي يبقى عارف ان الديفكت في المسكولار بارت اوف ذا ايه؟ اوف ذا سيكتر. طيب النقطة الثانية، ممكن أجد عيان تاني ألاقي الديفكت هنا كده. الديفكت ده فين؟ في الممبرينس بارت أوف ذا إيه؟ أوف ذا سيكتر. يبقى هنا ممكن يكون الديفكت في الماسكولار بارت أسميها ماسكولار بي إس دي، ممكن الديفكت يكون في الممبرينس بارت أسميها ممبرينس إيه؟ بي إس دي. ده أول تقسيمة أكوردينج تو ذا سايت هي فين؟ طيب هنيجي بعد شويه في اخر الموضوع هنعمل العيانين دول ايكوكارديوجرافي، هيوضح هذه القضيه. الايكو هيقول لي البي اي سي دي موجوده فين؟ في الماسكولار بارت ولا الممبرينس بارت؟ احنا عن طريق السونار اللي هو الايكوكارديوجرافي الاشعه التلفزيونيه دي نقدر نقيس الديامتر بتاع الفتحه دي، الديامتر بتاع البي اي سي دي. According to the diameter ده اقدر احدد دي كبيره ولا صغيره ولا medium size. يبقى هنا التقسيمه الثانيه according to the size. بيشوفوا ايه بقى؟ لو الديامتر بتاعها اكتر من 1 سنتي، الديامتر بتاع الديفكت بتاع الفتحه دي اكتر من 1 سنتي، دي بنقول عليها wide VCD او large VCD. لانها اقل من نص سنتي ده بقول عليها سمول بي اس دي. اذا لقيتها هي فوق نص سنتي واقل من 1 سنتي او نص ال 1 سنتي، دي بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها ميديم سايز بي اس دي. عشان تبقى اللغه واضحه ما بين كل الناس اللي بيشتغلوا في هذا المجال. هنا بقى اصبح الكلام ما بيقولش ان انا دي ماسكولار ولا ممبرينس، يقول لك مثلا ان انا عندي وايد ممبرينس في السنين. اتفهمت ليا انا ان ال في اس دي الديفكت في الممبرينس بارت ان هو اكتر من واحد ايه؟ سنتي. لما يقول ان انا عندي سمول ماسكولار في اس دي يبقى انا عارف ان في فتحه في الماسكولار بارت اقل من كام؟ اقل من نص سنتي. هتفرق معانا؟ ايوه هتفرق معانا في الاخر في قرار الجراحه، الولد ده محتاج اعمل جراحه ولا لا؟ واحوله امتى للجراحه اللي احنا هنعرفه في اخر موضوع البي اس دي. كلام واضح؟ طيب يبقى احنا قلنا الكلاسيفيكيشن بتاعت البي اس دي اكوردنج تو ذا سايز واكوردنج تو ذا سايز. طيب دي كام نقطه؟ ثلاث نقط دلوقتي. أول حاجة الديفينيشن، تاني حاجة اتكلمنا عليها الجيولوجي، تالت حاجة اتكلمنا على الكلاسيفيكيشن. النقطة الرابعة اللي أنا هتكلم عليها اللي هو إيه؟ هيمو داينامكس. والهيمو داينامكس زي ما اتفقت في مقدمة الكارديولوجي إن إحنا بنشرحه عشان نفهم السيمتومز بتاع العيان اللي هتظهر هي إيه؟ مش كده وبس، العيان اللي قدامي ده ايه الكلينيكال ساينز اللي متوقع ان هي تظهر ايه فيه، وابقى فاهم كل حاجه اساسها ايه منين. يبقى هنا دي هتهمني انا وانا بشرح الموضوع، لكن انت اذا تنزل هذا الموضوع كسؤال رتب ما بتكتبش على الاطلاق هيمو داينامكس، تدخل في الموضوع على طول. طيب لو جينا بقى بصينا الهيمو داينامكس ايه اللي بيحصل؟ وطبعا الناس عشان تفهم الهيمو داينامكس والله العظيم ما هتفهم هيمو داينامكس الا لو سمعت الكلام وقفلت المذكره اللي معاها تماما. خلاص؟ وخلوه معانا لو سمحت كل كلمه في المذكره. كارديولوجي كله بيعتمد على رسومات. فلازم عينك ما تفرقش الرسم. ادي عندنا البي سي.
بيه البي اس دي عشان افهم الهيموداينامك ديس اوردرز اللي ممكن تحصل في البي اس دي لازم نبقى عارفين حاجه كلنا عارفينها من زمان ان عندنا في الكاردياك سايكل في سيستول وفي دايستول وان دايما البلد بيتحرك من مكان الى اخر عن طريق بريشر جريدنت بينتقل من حته البريشر فيها عالي الى حته البريشر فيها ايه؟ اقل. طيب لو جينا بصينا هنا الديفكت ما بين التو فنتريكل يبقى اذا حصل هنا فلو هيحصل ما بين التو فنتريكل. اول حاجه يا ترى الفلو ده هيحصل في السيستول ولا الدياستول او نقطه. والنقطه الثانيه الفلو ده هيتحرك من الرايت الى الليفت ولا من الليفت الى الرايت. صح كده؟ يبقى دايركشن فلو مش كده بس وامتى الفلو ده هيتحرك. لو جينا بصينا الى التو فنتركل اثناء الدياستول البريشر في الليفت فنتركل بيصل الى زيرو. اثناء الدياستول البريشر في الليفت وكذلك في الرايت فنتركل في ستول الى يبقى في الدياستول البريشر في التو فنتركل بيبقى زيرو. ليه لازم البريشر يوصل زيرو؟ ليه؟ لان الاتريا البريشر فيها كام؟ اقصاها 5 6 ملليمتر مركري. فعشان الاتريا تفضي في الفنتركل لازم الفنتركل يبقى البريشر بتاعه يصفر يوصل الى ايه؟ الى الزيرو. طيب هنا البريشر زيرو وهنا البريشر زيرو في الدياستول نتوقع ان في اي فلو ما بين التو فنتركل ديورينج الدياستول اطلاقا. يبقى هنا في الدياستول مفيش اي فلو خلال الانتر فنتركلر سيجمنت ايفنت. في مشاكل؟ طيب كمان المشكلة فين؟ المشكلة في السيستول. لما يجي يبدأ السيستول في الليفت فنتركل والرايت فنتركل الاثنين بدأوا من الزيرو. خلي بالك الاثنين بيبدأوا منين؟ من الصفر. لكن هل البريشر في البيك سيستول أو أعلى منطقة في السيستول هيبقى في الاثنين واحد؟ لا، البريشر هيعتمد على القوة بتاعة الفنتركل ده. اتفقنا من المحاضرة اللي فاتت ان الباور بتاع الليفت فنتركل ثلاث مرات قد الباور بتاع مين؟ الرايت فنتركل. فهنا البريشر في الليفت سايد هيبدأ يرفع. انا بتكلم على ادلت ليفل لان احنا عندنا في الاطفال البريشر البيك ليفل بتاعه فاريبل اكوردنج تو ذا ايج عشان احنا ما نرتبش المبلغ هنوصل للنهاية اللي هو ما بعد 7 سنين البريشر بيبقى كام. المهم البريشر هيبدا يرفع من زيرو هيبدا 10 انا بتكلم عن الليفت سايد بعد كده 20 30 40 50 لحد ما يوصل اعلى نقطه في الكيرف 120 مليمتر متر. يبقى هنا الليفت فنتركل البريشر فيه بيوصل الى اقصى مستوياته قد ايه؟ 120 مليمتر متر. طيب الرايت فنتركل برضه رفع من الزيرو لكن اقصى مستوى للبريشر بيوصل له هو 25 مليمتر اقصى حاجه 25. طيب تخيل معايا بقى هنا في السيستول البريشر في الليفت فنتركل اعلى ولا في الرايت؟ الليفت فنتركل اعلى من الرايت. خلي بالك احنا في السيستول. في الحاله دي تتوقع ايه اللي هيحصل؟ طبعا في السيستول كل فالف بتاع اي بيج فيسل في الشامبر ده هيفتح، الاورطه فتح والبلمونري فتح والترايكاست والمايكرال ايه؟ اكلين. يبقى في المرحله دي ده مقفول وده مقفول لكن الاورطة والبلمونري مفتوحين. المايكرا والتراكاس زي ما انتم شايفين كده قتلناها لان احنا في مرحلة مين؟ السيستم. طيب اصبح زي ما قدام حضرتك
دلوقتي الليفت فنتركل البريشر اعلى من الرايت فنتركل. ايه اللي هيحصل؟ الليفت فنتركل هيبدا الدم هيمشي في هذا المخرج دي الاوتلت بتاعته بل هي المين اوتلت هنخليها في الالوان بقى اللي هي مين الاورطه الأورطة الدم هنا هيطلع في الأورطة من الليفت فنتركل أنا من ساعة معخر يبقى الدم ده إيه؟ أوكسجين. طيب النقطة الثانية هنا عندنا البريشر في الليفت أعلى من الرايت ولو أعلى من الرايت يبقى هنا في شوية دم هيعدوا منين؟ من الليفت فنتركل الى مين؟ الى الرايت فنتركل. الكميه اللي هتعدي دي هتعتمد على ايه؟ مش على البريشر، هتعتمد على السايز بتاع مين؟ الديفكت. فاذا كانت البي اس دي صغيره، الديفكت ده صغير يعني اقل من كام؟ من نص سم. ايه اللي هيحصل؟ كميه الدم دي اللي هتعدي هتكون ايه؟ قليله. وادام هتكون قليله هتطلع مع الكميه بتاع الرايت فنتركل الى مين؟ الى البلمونري. هيحدث اي تاثير؟ لم يحدث. الكميه اللي عدت هنا قليله ما اثرتش على الدم اللي طالع في الاورطه، ما اثرتش على الدم اللي طالع في البلمونري بنسب تلاحظ اكلينيكيا. فالعيان ده في هذه المرحله بقول عليه ان هو ايه؟ سايلنت كيس او اسيمتوماتيك ايه؟ كيس. العيان مش هيش من حاجه خالص، لكن الولد ده ابوه بمحض الصدفه بيكشفوا عليه لاي سبب اخر نان كارديك، الدكتور بيحط السماعه على المرض فسمع هذا الابنورمال فلو، فعرف ان الولد عنده مشكله في الارض، عمل ايه وطلع الولد عنده ايه؟ في ان سي دي. ده بسميه اكسيدنتال ايه؟ ديسكفري. يبقى هنا اول حاجه في الكومبليت بتاع العيان ان ممكن العيان ده ما بيشتكيش من اي حاجه على الاطلاق، بقول عليه ايه؟ ان هو ايه سيمتوماتيك، اللون الاحمر متشاف ايه سيمتوماتيك، يبقى الولد ده ما بيشتكيش من حاجه. يبقى عندنا الولد مش هيشتكي من اي حاجه على الاطلاق، لكن افترضنا ان الديفكت ده كبير، ايه اللي هيحصل؟ كمية الدم اللي هتعدي من الانتر فنتريكل سيستم من الليفت سايد هتكون اكتر. هدف هتكون اكتر هي راحت الى الليفت فنتريكل، اسف الرايت فنتريكل. لاحظوا هنا هي راحت الرايت فنتريكل في السيستولا ولا داسولا ولا وهو كونتراكتنج حصلت لان هي عدت في الفتره دي. فاللي حصل ايه؟ الرايت فنتريكل في هذه المرحله كده كده هو بيطلع كل ما فيه الى مين؟ الى البلمونري. البلمونري طالع فيه كميه الدم اللي المفروض كانت تطلع. يبقى هنا الدم طالع فيه البلمونري اب. لكن ايه اللي زاد؟ ان هنا الدم وصل الى الراي فنتركل اثناء الكونتراكشن فطلع مع الفلو الى مين؟ الى البلمونري، فاصبح البلمونري في برضه جنبه كده سهم تاني صغير باللون الاحمر اللي هو كميه الدم اللي جاله منين؟ من الانتر فنتريكولار سيستم الليفت فنتريكل. هنا المفروض البلمونري ما فيهوش غير السهم الازرق بس، الدم اللي المفروض كان يطلع فيه كاي شخص مره. هنا جايبه كمان كميه دم اخرى. أصبح كمية الدم اللي في البلمونري هنا كتيرة ولا قليلة؟ كتيرة ولا قليلة؟ كتيرة. أدام كمية الدم هنا اللي في البلمونري كتيرة هيبدأ يحصل بلمونري أرتري دايلاتيشن. البلمونري أرتري مع كل سيستول بيوسع. ليه مع كل سيستول بيوسع؟ المفروض مثلا بالضغط في الوقت ده البلمونري بيضغط فيه 50 سم دم، دلوقتي بيضغط فيه 60 سم دم، هيوسع أثناء مين؟ السيستول. طيب برضه لحد دلوقتي
دلوقتي مفيش مشكلة كبيرة. ليه؟ لأن البلمونري كل الدم اللي هو هيديله الهواء هيبدأ يوديه مين؟ إلى اللنج. آدي اللنج عندنا. البلمونري خد كل الدم ده وداه إلى اللنج. يبقى هنا ودى الدم الى اللنج. اللنج المفروض كان يروح لها 50 سم دم، انا بقول على سبيل المثال. دلوقتي رايح لها كام؟ 60 سم دم. المفروض كان يوصل هنا 50، وصل هنا كام؟ 60. كمية الدم هنا بتوصل للنج كتيرة ولا قليلة؟ كتيرة. دي عشان فيها لنج تناسب. الناس اللي حضروا مقدمة الكارديولوجي عارفين ان الدم هنا الوصل للنج كتير، يبقى عنده لنج ايه؟ بلاسترا. لما يكون الواحد عنده لنج بلاسترا في الحاله دي هيبدا الطفل ده يشتكي منين؟ من النقطه الثانيه اللي هي ايه؟ كونجستيف لنج سيمتومز. يبقى هيبدا يشتكي من الكونجستيف لنج سيمتومز. يبقى هنا بدا يحصل ظهور الكونجستيف ايه؟ لانج سيمتومز. لذلك حضراتكم بينزل لكم في الام سي كيو، خلي بالك. The first presenting symptom، خلي بالك. The first presenting symptom لعيانين البي اس دي هي ايه؟ كونجستيف لانج سيمتومز. دي أول حاجة ايه؟ بتظهر. طيب الدم دلوقتي اللي طلع لي كام سنتي؟ احنا متفقين ان المفروض الطبيعي عشان نبقى متفقين على ارقام كام؟ 50. الدم اللي طلع لي دلوقتي 60. ايه اللي يحصل؟ ال 60 دول هيبداوا اللنج تصرفهم عشان تخلص منهم توصلهم الى مين؟ بالمونري. فينزل توصل الى الليفت اتريوم. كل الدم ده هيبدا يوصل عن طريق البالمونري فينز الى مين؟ الى الليفت اتريوم. الدم هنا اللي في الليفت اتريوم اصبح ايه؟ ازيد من اللازم. ايه اللي هيحصل؟ يحصل عندنا ليفت اتريوم دايلاتيشن. يحصل عندنا ليفت اتريوم دايلاتيشن. الليفت اتريوم يا اولاد في الاناتومي اللي انا اخدته فيه السكشن، انا كنت واخد في الهارت كده سكشن، لو بصيتوا على ليفت اتريوم كان بوستيريور ولا انتيريور؟ فجبت الزايد كله كان مصير، واكثر حته ورا كان مين؟ الافتاتي. الناس بتوع الراوند الاولاني شافوا في الاكس راي في الكارديولوجي ان الافتاتي نايم على الاوسوفيكس اللي وراه مين؟ الاوسوفيكس. لما الافتاتي يكبر ويبقى دايليتد وحجم يوصل الى احجام كبيره هيفضل يضغط على مين؟ على الاوسوفيكس. لما يفضل يضغط على الاوسوفيكس في الحالة دي الولد اللي قدامك ده لو كبير شوية هيبدأ يقول لك أنا بحس إن الأكل بيقع فين؟ لا في المريض. ليه؟ لأنه بيصور، يقول لك بصور كتير. يعني إيه يصور؟ اللغة ما بتنزلش. محدش فيكم لغة خالص؟ خالص؟ لو ربنا عافيكم جميعا. يبقى هنا إيه؟ لو عندي الموضوع ده كان جامد قوي هيبدأ الولد يشتكي من إيه؟ من ديسفيجن. لكن الديسفيجيا قد تكون موجوده في الاطفال لكن الولد مش عارف يعبر عنها ولا يقول في حاجه خالص على الاطلاق، فغالبا الديسفيجيا ما بيجيبش سيرتها لان قد تكون موجوده لكن الولد مش عارف يقول انا فيها ايه. اللغه بقى بتوقف، يجمعها مش قادر تتحرك. طيب ليه؟ عشان الليفت اتريوم بيكبر قوي. لما يكبر قوي بيضغط على مين؟ الاسوفيكس. يقوم قافل الاسوفيكس، يعمل بارشال اوستراكشن في ايه؟ ايه الاوسوفيكس؟ انت شايف الرسومات؟ ما انتوش شايفين. تعالوا بقى نعرفوا الحته كويس. هنا في اماكن هنا تشوف. لازم تشوف الرسمه، لازم. في حد مش شايف؟ اللي مش شايف دي اماكن فاضيه. الكارديولوجي لازم تقعد شايف انا بقول ايه؟ غير كده هتبصر. شايف الرسومات؟ لازم تكونوا شايفين. في اماكن فاضيه هنا. خلاص
بالنسبة لنا هنا عندنا أولاد بيحصل ليفت اتريال دايلاتيشن. فالوقت ليفت اتريال المفروض كان بيجيله 50 سم جاله 60 سم وبيزيله كمان مع الوقت، هنشوف دلوقتي هيزيله ازاي. المهم ليفت اتريال يكبر وينضغط على المسار بس الوقت مع الوقت بدأ يجيله ديسيشن. طيب الليفت اتريال في الدياستول بيفتح هيفضي كل الدم اللي فيه فين؟ الليفت ريد اللي كان المفروض يوصل له قد ايه؟ 50 من الليفت اتريال. هنا الوقت اللي يوصل له من الليفت اتريال كام؟ 60. لما يوصل له من الليفت اتريال 60 ايه اللي هيحصل؟ هيحدث الاتي. الدم اللي وصل الى الليفت فنتريكل كتير بيوصل له فيه السيستول ولا الدياستول؟ خلي بالك يوصل فيه الدياستول، ودي فرق كبير قوي. ايه الفرق؟ ان الدم هنا بيوصل فيه الدياستول في الليفت فنتريكل البريشر فيه زيرو. عارفين ليه؟ عشان العضله مرتفعه هي مريحه الفتره دي، فيوصل له الدم هنا. لما يوصل له الدم في الدياستول يبدا يحصل ايه؟ العضله مرخخه، تلاقي الفنتريكل يبقى دايليتد. ليه؟ العضله اذا مرتفعه تسمح باستيعاب كل هذه الكميه من الدم. كويس؟ يحصل دايليتيشن. هي متعوده تستقبل 50 جبهه دلوقتي في الدياستول ايه؟ 60. ايه النتيجه؟ لو جينا بصينا للعضلات الموجودة في الهارت يا أولاد، العضلات الموجودة في الهارت سيركولار مصر عضلات دائرية كده، كويس؟ هنا هذا لو يعني تخيلنا إن دي اليومن بتاع البنج. دلوقتي لما يستوعب كمية دم أكتر هتلاقيه في الدياستول هيبتدي أصبح بالشكل ده، يعني المفصل حصل لها إيه؟ استرتش. لما يحصل استرتش متواصل قالوا لنا اساتذتنا في الفيزيولوجي زمان ان في عندي حاجه اسمها ستارلينج لوب. الستارلينج لوب بيقول لما يحصل استرتش متواصل الباور اوف كونتراكشن ايه؟ تزيد، لكن وذ ليميتس. يعني لو حصل اوفر استرتش يبدا يحصل فيلير، وده اللي هنلاقيه في النهايه. يبقى هنا النتيجه لما حصل عندنا ان الدم نوصل الى الليفت فنتريكل زاد هيبدا يحصل عندنا ليفت فنتريكولر دايلاتيشن اثناء الدياستول. طيب ايه النتيجه يعني لما يحصل عندي ليفت فنتريكولر دايلاتيشن؟ المفصل لما حصل لها استرتش تيجي في السيستول الباور كونتراكشن بتاعتها تزيد. هو الدم اللي بقى هنا 60 سم يعني زاد 20%. الباور اوف كونتراكشن بتاعتها تزيد 20%. كلام واضح؟ لما الباور اوف كونتراكشن تزيد او الهارت ريت يتغير هنبدا يحصل لنا ايه؟ بالبيتيشن. يبقى هنا النقطة الرابعة ان الولد ده هيبدا يجيله ايه؟ بالبيتيشن. البالبيتيشن ده ايه؟ لان عندي الليفت فنتركل هنا بتعرض الى بوليان اوفرلود. البوليان اوفرلود ده جاي له من الليفت اتريم. يبقى هنا الدم اللي جاي له من الليفت اتريم كتير، ففي عندي بوليان اوفرلود، فيحصل عندي الباور اوف كونتراكشن هتزيد. الباور اوف كونتراكشن لما تزيد العيان يبدا يحس بخبطه القلب بتاعته ديت، فيبدا يقول انا عندي ايه؟ بالبيتيشن. كلام واضح؟ مش كده بس، الام وهي بتوضعه تقول لك انا حس النص بتاعه شديد قوي. فهنا ممكن يكون patient complaint او rather a complaint. طيب بعد كده الولد ده الدم اللي طالع في الاورطه دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين السهم ده، الدم اللي طالع في الاورطه، الدم ده اوكسجينيتد ولا نون اوكسجينيتد؟ اوكسجينيتد بلاد. وادام اوكسجينيتد بلاد العيان يبقى عنده ساينوس ولا ما عندوش؟ ما عندوش ساينوس. لكن افترضنا ان الديفكت اللي عندي ده كبير، ايه اللي هيحصل؟
الام تقول لك يا دكتور الواد انت شايفه قدام عينيك دلوقتي صحيح ما هوش ازرق، لكن لو تشوف يا دكتور وهو بيعيط هتلاقي الولد ده جسمه كله بيزرق. تقول لها جسمه كله بيزرق يعني ايده ورجليه؟ تقول لك لا يا دكتور مش ايده ورجليه، وشه كمان بيسود وشفايفه بتسود وكل الواد بيسود على بعضه. يعني بيجي له ايه؟ سنترال ساينوز. بس السنترال ساينوز ده بيحصل ايه؟ اون كراين لما الواد يعيط. النقطه الثانيه، لو الولد حصل له انسان بيعمل حمام اثناء ما بيعمل حمام بيحزق، وهو بيحزق اثناء الحمام برضه بنلاحظ ان الام بتقول ان الولد ايه؟ وشه بيزرق. يبقى بيجي له سنترال ساينوز اثناء ايه؟ نسبرين. ليه هيجي له سنترال ساينوزيس اثناء الاسترين؟ يبقى احنا بنسميه بوتنشال ساينوز. تعالوا بصوا معايا كده البوتنشال ساينوزيس ده ايه سببه؟ عشان نفهم البوتنشال ساينوزيس ده ايه سببه برضه ركزوا معايا في الرسمه اللي قدامي. هنعتبر ان اللنج اللي قدام حضراتكم دي كلكم شايفين كل واحد في الاخير شايف اللنج ليفت لنج. هنفترض ان اللنج دي البيولس البيولاي مليان البيولاي، ان هنا دي البيولس ودي البيولس. محدش يقول لي بقى طبعا ان اللنج البيولاي واحده، هنعتبرها ان هي ايه؟ البيولس. البلاد فلو بيمشي في البيولاي فين؟ في الكابيلاريز. الكابيلاريز موجوده فين؟ الوول بتاع الالفيولس. الوول بتاع مين؟ الالفيولس. طيب هنا بقى ايه اللي بيحصل للولد ده ساعه ما يعمل ستريننج سواء في العياط او اثناء الامساك؟ نيجي نشوف الاول وهو بيعيط ايه اللي هيحصل له اثناء العياط؟ هيحصل اثناء العياط الاتي، خلي بالك. لما نيجي نشوف واحد هيعيط هنلاقي ان في برودروما للعياط. ايه البرودروما بتاعت العياط؟ ان يبدا في الاول في ان هو بيمهد للعياط بيتشحن شويه. كويس؟ وبعد كده يبدا يعيط. لو جينا شفنا الشحتات دي وصورناها بفضل شديد. خلوا بالكم وانا بتشحن. هي مرتين شحتفه بس عشان اعيد واحد بعد كده وبعد ورقه مش عارف اعمل ايه. قول لي يا ريت يا دكتور تسرع الشرح شويه عشان احتلمنا. خد بالك تسرع شويه، ولو سرحت شويه اقول لك يا دكتور انت بتطول. المهم ما يعني لو جينا بقى بصينا الشحتفه، الناس اللي هنا ركزوا معايا واللي شايف شايف كده، هنلاقي الواحد لما يبدا يعيط بيعمل ايه؟ بيبدا يتشحتف. شحتف ازاي؟ خلي بالكم انا اتشحتف بغض. الشحتفه بتحصل كده، تلاقي الواحد يعمل كده وبعد كده عيط. وايه اللي حصل؟ هنا. ولا يشحن من هنا ولا هيعمل كده. بعد كده عيط. مزح. لو جينا تخيلنا هذا الكلام اللي بيحدث الآتي، في بداية العياط الواحد بياخد نفس ويكتم جزء منه، بيكتمه كله. زي مثلا خدت مثلا 100 سم هواء بتخرج 40 بس. المفروض تخرج مين؟ ال 100. انت خدت في الانسبيريشن 100 خرجت 40. الشحتفه اللي بعديها دخلت 100 ما خرجتش الا 40. دلوقتي تخزن كام؟ 120 لحد ما الدولاب بتاعتك تبقى فول ديستنت. ما تقدرش تدخل هواء تاني. تبدا تعيط بقى. العياط بقى يحدث ازاي؟ احنا لما بنعيط بنعيط في الاكسبيريشن مش في الانسبيريشن.
بنتكلم فين؟ في الاكسبريشن. هنا بقى لو جيت شفت العلاج ازاي، كان محاوله جامد جدا في صدره، وبعد كده يبدا يطلعه ازاي؟ اجينست كلوز كود. الكود نفسه بيبقى ايه؟ يقفل، وبعد كده بصوت العيان يبدا ايه؟ يطلع. يبقى انت حبست هوا في صدرك وبدات تطلعه اجينست كلوز كود، يبقى طالع من اوتلت ايه؟ ضيق. ايه النتيجه؟ ان هنا اثناء العياط انت حبست هوا جوه الالفيولاي بكميه كبيره، فالانترا البيولر بريشر حصل له ايه؟ الانترا البيولر بريشر عالي قوي. ادام الانترا البيولر بريشر عالي قوي، هنبدا نضغط على مين؟ على الكابيلاريز الموجوده في الوول. فتخيل دي اليومن، البريشر جوه اليومن عالي. ادام البريشر جوه اليومن عالي ونضغط على مين؟ على الوول. لما يضغط على الوول يقوم قافل الكابيلاريز الموجوده فين؟ في الوول. النتيجة هنا اللم قامت ضغط على الكابيلاريز الموجودة في الوول بتاع الالفيولاي بتاعتها، قفلتها السكة. هنا اتقفلت يا ولاد السكة في اللم. ايه اتقفلت؟ لان البريشر جوه الالفيولاي بتاعت اللم قفلت الكابيلاريز اللي ماشية فين؟ في الوول. تخيل بقى لما هنا السكة قفلت، ايه النتيجة؟ البلمونري ارتري بيدفع دم في اللم، لكن للاسف اللم السكه مقفوله، يبدا البريشر في البلمونري ايه؟ يزيد. كويس؟ لما البريشر في البلمونري يزيد، البريشر في الرايت فنتريكل هيبدا يزيد. لما يزيد البريشر في الرايت فنتريكل، هو المفروض الرايت فنتريكل كان 25 لقيناه بقى 65 وقت العيال ده، لأنها بقى 85 ممكن يوصل 90 أو أكثر. طيب النقطة الثانية، دلوقتي اللنج السكة فيها مقفولة. ليه؟ لأن الكابيلاريز مقفولة، الدم اللي رايح للليفت سايد ها؟ هيقل. لما الدم اللي رايح للليفت سايد يقل، الدم اللي رايح للليفت إنت يمين هيقل، الدم اللي رايح للليفت فنتركل هيقل. فهنبص كده هنلاقي الدم اللي رايح للليفت اتريوم قل، وبعد كده الدم اللي رايح للليفت فنتريكل قل، فالبريشر في الليفت سايد بدا ايه؟ يقل. بدل البريشر كان بيوصل 120 في السيستول، هنا البريشر في السيستول ممكن ينزل الى 80 او ايه؟ او اقل. كلام واضح؟ ايه النتيجه؟ النتيجه هنا ان اثناء الستريننج اللي حصل ان الانترا البيولر بريشر عالي، قفل الكابيلاريز الموجوده في الوول بتاعها. ايه اللي حصل؟ الباك بريشر على البلمونري زاد، الباك بريشر على الرايت فنتريكل زاد، الرايت سايد بريشر بدا يعلى. النقطه الثانيه، الدم اللي رايح للليفت سايد قل، وادام الدم اللي رايح للليفت سايد قل، الليفت فنتريكولار بريشر بدا ايه؟ يقل، لحد ما اصبح الرايت فنتريكولار بريشر اعلى منين؟ من اللفت. في الحاله دي هيبدا يحدث الاتي، خلي بالكم من السهم، هيتحرك الدم من الرايت فنتريكل الى مين؟ الى اللفت فنتريكل. لما يتحرك الدم من الرايت فنتريكل الى اللفت فنتريكل، ايه النتيجه؟ بدا يطلع في الاورطه دم ازرق اهو، نون اوكسجينيتد بلاد. بدات الام تلاحظ الدم الازرق ده على وش العيان، الواد بدا يجيله سنترال ايه؟ سيانوس. يبقى هنا حصل ريفرسال اوف ذا شنط. المفروض الشنط نورمال الفلو يعدي من الرايت، من الليفت الى الرايت، دلوقتي بدا يعدي من الرايت الى ايه؟ الى الليفت، فحصل سيانوس. الواد اول ما يبطل عياط، لما يبطل عياط ايه اللي هيحصل؟ هيبدا الانترا البيولر بريشر هيبدا يقل، هيبدا الدم يعدي مره ثانيه فين؟ في اللم، ويروح للليفت سايد، فالليفت سايد بريشر يبدا يعلى، والرايت سايد بريشر يبدا يقل، وترجع كل حاجه زي ما كانت الاول. متخيلين؟ يبقى القضيه كلها انتهت بمجرد الولد ايه؟ بطل يعيط. في مشاكل تسببه بوتنشال ايه؟ سينوس. نفس الفكره تماما بتحصل اثناء الكونستيبيشن.
لو الولد عنده امساك، لو الولد عنده امساك ايه اللي هيحصل؟ الولد هيدخل يعمل حمام. لو تخيل اي حد بيعمل كلنا كده بيحصل ايه؟ يقول لك والله انا ما اعرفش، انا بدخل واخرج وخلاص. تمام؟ ناس ان ربنا يقول وفي انفسكم افلا تبصرون. قالوا بقى في الفسيولوجي كده مش محتاجه تذاكر. اوعى تشوف انت بتعمل ايه وانت في الصوت. واضح؟ هتلاقي الهيز. قالوا لك في الفسيولوجي ان عمليه الايفاكويشن اوف ذا ريسكس سواء البلادر سواء الريكتر في عندي لوكال ريفلكس وعندي اكسسوري ريفلكس. ايه اللوكال ريفلكس؟ ان الوول بتاع الريسكس يحصل لها كونتراكشن والسفنكتر يحصل له ايه؟ ريلاكسيشن. دي بمنتهى البساطه عمليه اليورينيشن وعمليه الديفيكيشن. الوول يحصل لها كونتراكشن و الاسبكتر يحصل له ايه؟ ريلاكسيشن. لكن يا ولاد هذا غير كافي. ليه؟ لان ده مش هيعمل كومبليت ايفاكويشن اوف ذا ريسكس. مش هيعمل ايه؟ كومبليت ايفاكويشن اوف ذا ريسكس. اي ريسكس في الدنيا، اي حاجه ليومن وفيها حاجه وهتفضيها لو قلبتها كده هتفضي. لكن بتيجي في الاخر عشان تفضيها تعمل ايه؟ تقوم تحصرها عشان تنزل كل اللي فيها. طب ما احنا لازم نحصر البلادر ونحصر الريكتم عشان ننزل كل اللي فيه من الكونتنس بتاعته. الكلام ده يتم ازاي؟ ان الانترا ابدومينال بريشر بيزيد. لما الانترا ابدومينال بريشر بيعلى اثناء الوقت ده يقوم ضغط جامد على الريكتم، ضغط جامد على البلادر، يقوم عامل كومبليت ايفاكويشن اوف ذا فيسكس. كلام واضح؟ طيب الكلام ده بيتم ازاي؟ حضرتك وانس ان انت جالك ديزاير معناها ان الباراسمباثيك بيقول لك انا هبدا اعمل كونتراكشن للوول واعمل ريلاكسيشن لمين؟ للريسبتور. هل بتدخل كده وتقعد وخلاص تشتغل بقى؟ لا. بتعمل ايه؟ بتدخل كل واحد يشوف التكر بيعمل ايه؟ اول ما تدخل تقوم عامل ايه؟ واخد نفس جامد وتكتب. كويس؟ هياخد نفس جامد ويكتمه. لما ياخد نفس جامد ويكتمه هو ملأ الالفيولس بالهواء وقفل الكورد. لما قفل الكورد ايه اللي حصل؟ هنا اللنج بقى هايبر انفليتد، ضغط على الدايفرام لتحت. لما ضغط على الدايفرام لتحت الفيرتيكال بريشر او الفيرتيكال دايمتر بتاع الابدومين ايه؟ قال هل ده كفايه؟ لا. تلاحظ حضرتك تعمل ايه؟ تقوم عامل كونتراكشن للانتيرو ابدومينال وول. لما تعمل كونتراكشن للانتيرو ابدومينال وول الاترو بوستيرو دايمتر ايه؟ يبقى الانتر ابدومينال بريشر بيقل ازاي؟ بتقلل الفيرتيكال دايمتر مليت اللنج وقفلتها. كويس؟ وبتقلل الانترو بوستيرو ايه؟ دايمتر في الكونتراكشن اوف ذا انتيرو ابدومينال وول ايه؟ مصر. البريشر يزيد انترا ابدومينال تبدا ايه؟ ربنا يريحك بسرعه. الكلام واضح؟ مفهوم؟ طيب احنا ما نرجع بالمصر بقى دلوقتي. العيان دخل بدا ياخد كميه هواء ويحبس الهواء. تمام؟ وبيحزق بقى. في الحاله دي بقى عنده انسان قاعد يحزق مفيش فايده، قاعد يحزق مفيش فايده. فالبريشر في الالفيولاي دلوقتي ده ايه؟ عالي. اداب البريشر عالي يعمل زي ما انا قلته ده. يقوم قافل الدم اللي يعدي في اللم، البريشر في الرايت سايد يزيد، البريشر في الليفت سايد يزيد، يقوم يحصل ريفرسال اوف ذا ايه؟ اوف ذا شنط. اول ما يخرج من الحمام واخدين بالكم ويقوم بقى ربنا فرض عليه تلاقي وشه رجع لونه تاني زي الفل ما فيش حاجه. كلام واضح؟ مفهوم؟ يبقى هنا اثناء السترين او اثناء سواء في عمليه الديفيكيشن او الميكتوليشن او اثناء العياط ايه اللي بيحصل؟ الولد بيجي له بوتنشال ايه؟ ثانوس. بتسال فيه الشفوي اللي هو على الحاله. يقول لك يا ابني ايه سبب البوتنشال ثانوس؟ هو ايه سبب البوتنشال ثانوس؟ ان بيحصل الليفيشن في الانترا الفيولر بريشر. كويس؟ لما يحصل الليفيشن في الانترا الفيولر بريشر ايه اللي يحصل؟ هيحصل الاتي.
الباك بريشر على البلمونري هيزيد، الرايت سايد بريشر ايه يزيد. الدم اللي رايح للليفت سايد يقل، فالليفت سايد بريشر ايه يقل، فيحصل ترانزيت ريفرسال اوف ذا ايه اوف ذا شنط. الكلام العفش والمنتن اللي احنا بنسمعه من الطلبه، نقول له ليه يا ابني اثناء العياط او اثناء الواد عنده امساك في الازاق؟ يقول لك والله عشان في الوضع ده البينس ريتيرن بيزيد، واحد تاني يقول لك البينس ريتيرن بيقل. كل الكلام ده كلام غير صحيح في المرة. الكلام واضح؟ ده الميكانيزم اوف بوتنشال ايه؟ اوف بوتنشال سانوس. يبقى هنا الولد لحد هذه اللحظه ايه اللي عنده؟ كونجنس بلانت سيمتومز، عنده فالبيتيشن، وعنده ايه؟ ديسفيجا موجوده لو هو كده، وبيزرق مع العياط او مع الامساك. طيب بعد كده بقى نيجي بقى نشوف ايه اللي هيحصل. الحاله بقى سنتين ثلاثه اربعه ونضل ماشيين العلاج. البلمونري ارتري وان اوف ذا بيج بس ايه المشكله بتاعته؟ لو جينا بصينا على الميديا اوف ذا بسيلس، البيسل وول كده بتاع البلمونري هناخد سيكشن فيه. طبعا ادي البلمونري ارتري، في عندي هنا سيروزا من بره، وعندي هنا الاندو كارديوم من جوه او اندو ثيليوم، ادي وقت الوول في البلمونري ارتري. لو ادي سيكشن في البلمونري ارتري اشوف الوول بتاعته ايه. ركزوا على الرسم، سيروزا وميكوزا جوه، سيروزا وميكوزا جوه، وهنا في النص في عندنا ايه؟ مصر. ادي المصر اللي ايه؟ مصر اللي هي هنا. دلوقتي ده البالونه اللي عطي نورمال. هنا الولد ده الدم اللي بيعدي في البلمونري ارتري اثناء السيستول كميته اكتر من الطبيعي، زي ما اتفقنا هنا زي 20% زياده. يبقى اثناء السيستول الدم اللي بيطلع فيه زياده ايه اللي يحصل؟ يحصل له دايلاتيشن اثناء السيستول. يحصل له دايلاتيشن اثناء مين؟ السيستول. نيجي في الدايستول يحصل ريكوري مره ثانيه. مع السيستول اللي تاريخ دايلاتيشن، دايستول يحصل ريكوري. سيستول دايلاتيشن، دايستول يحصل ايه؟ ريكويل. ايه النتيجه؟ الكلام ده انا الهابتريت مثلا في الاطفال 100 110 الكلام ده بيحصل 100 مره خلال الدقيقه الواحده. طيب الكلام ده بقاله قد ايه؟ بقاله 3 4 سنين. مع الوقت تلاقي دايلاتيشن ريلاكسيت بتاع ستريتش كونتراكشن ستريتش كونتراكشن ستريتش اللي هو الريكويل اللي هو الكونتراكشن. ايه اللي يحصل؟ يبدا المصل بتاع البلمونري ارتري تتخن. زي واحد قاعد بيمارس رياضه عضلاته هتبقى حجمها ايه؟ كبير. فتلاقي ان الثيكنس اوف ذا وول او المصل لير بتاعت البلمونري ارتري بقت تخينه. شوف بقى لما المصل وول بتاع البلمونري ارتري بقت تخينه ايه النتيجه؟ هيحدث الان الوول بقت عاملة كده. شوف المنظر، ادي الميكوزا اللي هي العين، وادي السيروزا من فضل. ملاحظين هنا ايه؟ الولد ده البلمونري ارتري من بره كبر ولا ما كبرش؟ كبر. والنيوم من جوه صفرت ولا ما صفرتش؟ صدر. هو من بره حجما كبر. الواحد لما يتخيل يشوفه من بره كده كبر يتخيل ان هو من جوه وسع، لكن للاسف هو من جوه ضيق. هو حجما من بره ايه؟ كبر، لكن من جوه الهيومن ايه؟ اتضيقت. طيب كل من بره حجمه كبر هيبدا يخبط في الشيست وول المقدر في هذا المكان اللي احنا بنسميها ايه؟ المرمري اريا. الوقت ده حد بقى اشوف فيه بالسيشنز بتاعت البلمونري ارتري فين؟ في البلمونري اريا. لو حطيت ايديا هنا على البلمونري اريا هبدا احس
ايه؟ الاستوريك شوك. لو عملت بالبرشن هنا على البلمونري هاجي هلاقي فيه ايه؟ اقلص. طيب العيان دلوقتي ده هل هناك جديد؟ ايوه. هنا يا اولاد اميون من الجاكت. احنا عندنا في اي سوق في الدنيا البريشر جوه التيوب بيعتمد على الديامتر. يعني كل ما الديامتر بتاع التيوب يقل كل ما البريشر جواها ايه؟ يزيد. والعكس صحيح، كل ما الديامتر يزيد كل ما البريشر ايه؟ يقل. هنا الديامتر بتاع البلمونري ارتري قل. ادام الديامتر بتاع البلمونري ارتري قل، البريشر بتاع البلمونري ارتري في الوقت ده بدا ايه؟ يعلى. فالوقت في هذه المرحله الاقي عنده البلمونري ارتري بريشر بدا ايه؟ يزيد، فبدا يجيله بلمونري هايبرتنشن. طيب النقطه الثانيه، هنا البلمونري ارتري جاك. لما البلمونري ارتري جاك الدم اللي هيوصله الى اللنج يقل ولا يزيد؟ الدم اللي هيوصله اللنج يقل لانه جاك. واعداد الجاك الدم اللي هيوصله للنج هيقل. النتيجة الدم لما يروح للنج يقل. الولد ده هنلاحظ عليه ايه؟ ان الكونجستيف لنج سيمتومز بدات ايه؟ تتحسن. الام تقول لك ما كانش بيبطل صح، الحمد لله الصحه قلت والحمد لله البلغم قل، وكان بينام على ثلاث اربع مخدات بدا ينام حتى على مخده واحده زيه زي ايه؟ زمان. الام تفكر ان ده عرض من اعراض التحسن، الولد بقى ايه؟ يبقى كويس. يبقى هنا الكونجستيف لنج سيمتومز بدات تتحسن. النقطة الثانية، الدم دلوقتي كان بيروح للنج 60 سم بقى يوصل للنج 40 سم، يعني أقل من الضربة. فالكونجيشن اللي فيها راح. طيب ما هو ال 40 دول هيوصلوا لمين؟ للنفس. ادي ومنه إيه؟ الليفت بس. الليفت بس كان المفروض يوصل له 60، وفي النورمال كان المفروض يوصل له 50، دلوقتي بيوصل له 40. ايه اللي يحصل؟ الدم اللي طالع في الاورطه يقل ولا ما يقلش؟ يقل. لما الدم اللي طالع في الاورطه دلوقتي بيقل، ايه اللي يحصل؟ يبدا الواد يجيله ايه؟ يجيله بالبيتيشن، اسف، يجيله ايه؟ لو كاردياك او كود سيرج. الخمسه هنا كان البوتنشال ايه؟ سيرج. السادسه لو كاردياك او كود سيرج. يبقى هنا بوتنشال سينوس اللي احنا قلناها من شويه. بعد كده ثالث حاجه لو كاردياك او كود سينوس. طيب يبقى هنا اول مراحل عنده بالتريكولار سيبتال ديتكتس. يبدا الام تقول لي ان بدا الولد يجيله سنكوبا الاسام، بيتعب بسرعه، يجيله سكيميك هابين الى اخره. معناه ان هو ولا يدخل مني فين؟ في لو كاردياك او تقول ايه؟ سيمبتس. نقول لها في حاجه ثانيه، تقول لك بصراحه الولد في حاجات ثانيه برضه اتحسنت عنده. ايه اللي اتحسن عنده؟ كان الاول ما بينامش خالص في الليل الا شبه قاعد. دلوقتي بقى ينزل يبقى زيه ايه؟ فلات. معناها ان الامور زادت ولا قلت؟ اتنيلت اكتر. طيب مش كده بس، الولد في المرحله دي بدا يجيب لو كاردياك او تقول سيمبتس في الاكزامينشن. هتلاقي من الانسبكشن في بالسيشن على البلمونري قال في البلبيشن عنده دايستوريك ايه؟ شوك. في البركشن هتلاقي عنده ايه؟ بلمس. كويس؟ في الاوسكالتيشن في المرحله دي خلي بالك البلمونري ارتري بريشر بقى عالي. احنا قلنا اللي كان بيقفل البلمونري باب نورمال كام مليمتر مبري؟ 10. دلوقتي البلمونري ارتري بريشر بقى 30. البريشر اللي بيقفل البلمونري ارتري 30، البلمونري كومبوننت تعلى. لما البلمونري كومبوننت تعلى اورطة عالي والبلمونري بقى عالي، السكند ساوند يبقى عالي، يبقى هلاقي عندهم اكسنتويتد ايه؟ سكند ساوند. ما يعني الولد بدا يدخل مني بلمونري هايبرتنشن. الولد مع مرور العمر، وطبعا تيجي تقول لهم يا جماعه الولد روحوا اعملوا له عمليه بقى في القلب، يقول لك قلب احنا شايفين يا دكتور عشان نسمع عمليه القلب دي اللي بيدخل ما بيخرجش. اهملوا الولد. خلونا ارتي بريشر كل شويه اليوم بتاعته بتضيق اكتر. ايه اللي
اللي يحصل اللو كارديك اوتبوت يزيد اكتر، المرة اكتر بريشر يزيد اكتر، النتيجة خلي بالك اللي هيحصل. دلوقتي الدم مع وجود البالمونر هايبرتنشن ملاحظين الدم اللي رايح للليفت سايد ايه؟ بيقل. فهنا كان بيوصل 40 بلا يوصل كام؟ زي مثلا 30. البريشر في الليفت سايد بلا ايه؟ يقل بالتدريج. في المقابل البالمونر ارتري بريشر قاعد ايه؟ يعني كل ما البالمونر ارتري بريشر يعلى كل ما الرايت فنتركل يحظى اكتر عشان يطلع الدم في البالمونر. ايه النتيجه؟ هيبدا يحصل رايت فنتركلر هايبرتروفي. شفت هنا بقى الرايت فنتركل بدا يكبر ايرلي ولا ليه؟ الرايت فنتركل بدا يكبر ليه؟ ليه؟ لان الرايت فنتركل هنا دلوقتي بدا يضغط اجنس هاي ايه؟ بريشر. طيب الرايت فنتركل بيضغط اجنس هاي بريشر، الرايت فنتركل بريشر بدا يعلى 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 لحد ما اصبح الرايت فنتركلر بريشر اعلى من اللي. يبقى هنا كل ما البالمونري ارتري بريشر يعلى هنلاقي الدم في اللفت سايد يقل والدم في الرايت بريشر في الرايت سايد ايه؟ يزيد. الدم في اللفت سايد بيقل والبريشر بيقل، والدم في الرايت سايد بيزيد والبريشر ايه؟ بيزيد لحد ما يصبح الرايت سايد بريشر اعلى منين؟ من اللفت سايد. لما الرايت سايد بريشر يصبح اعلى من الليفت سايد هيبدا الدم يعدي منين؟ من الليفت اسف من الرايت فنتركل الى مين؟ الى الليفت فنتركل. السقف اللي حضراتكم شايفينه ده اوكسجينيتد ولا نان؟ نان اوكسجينيتد. يبدا الوجه يظهر عليه سنترال ايه؟ ساينوز. ده كان في اول ما في سنترال ساينوز، دلوقتي بقى في سنترال ساينوز. ده حاجه ترانزيانت ولا بيرمننت؟ بيرمننت. وقالك حاجة بيرمننت في الحالة ديت الولد دخل في مصيبة كبيرة جدا اللي احنا بنسميها ايزنمنجر سيندروم. يبقى هنا ايه سبب الايزنمنجر سيندروم؟ ان البلمونري ارتري بريشر بيزيد، فالدم اللي في الليفت سايد بيقل والبريشر في الليفت سايد يقل، والدم اللي في الرايت سايد بيزيد والبريشر في الرايت سايد ايه؟ بيزيد لحد ما يصبح الرايت سايد بريشر اعلى من الليفت سايد بريشر. يبدا يحصل بيرمننت ريفرسال اوف ذا شارت. العيان وصل للمرحله دي هاز نو رول اوف سيرجيكال ثيرابي، يعني ما ينفعش تعمل له جراحه. الحل هارت لانج ايه؟ ترانسبلانتيشن، واللي هي شبه مستحيله في بلادنا. الكلام واضح؟ يبقى ده اللي احنا شفناه في الهيموداينامكس بتاع مين؟ البي اس دي. طيب يبقى احنا دلوقتي خلاص ايه اللي بقى الدنيا؟ مش المحاضره خلصت، بس عشان اشرح بقيه الحاجات اللي هي معتمده عليها. خلاص بقى نلم المسائل. احنا قلنا دلوقتي الهيمودينامكس هو اهم حاجه في المحاضره، ان اتفقنا ان الدم هيعدي من الليفت فنتركل الى الرايت اثناء السيستول. اذا كانت الكبد صغير كميه الدم اللي هتعدي هتكون قليله، لا مشكله على الاطلاق، اللي هي مرحله الايه؟ الاسيمتوماتيك. لكن لو ديفكت فيه الدم اللي هيعدي من الليفت الى الرايت، من الليفت الى الرايت، هتكون كميته كتيره، كميه الدم اللي طالعه في البلمونري هتكون ايه؟ كتيره. الدم اللي راح للبلط هتكون ايه؟ كتيرة. يبدا العيان يجي له كونجستيف لانج سيبتس. الكميه دي كلها هترجع الى مين؟ الليفت اتريال. هيحصل ليفت اتريال دايلاتيشن. ليفت اتريال دايلاتيشن لو جامد قوي هيضغط على الاسوفجس، هيعمل للواد بعد كده ايه؟ ديسفيجن. كل الدم ده راح لمين؟ للليفت فنتركل اثناء الدايستول. فحصل استراكشن المصل اثناء الدايستول. ايه اللي يحصل؟ الباور اوف كونتراكشن في السيستول بتاع الليفت فنتركل تكون ايه؟ زياده. الام هتحسها وهي بترضع الولد. الولد لو كبير هيحس بايه؟ الهارت بيتس بتاعته اللي احنا سميناها ايه؟ بالبيتيشن.
function of the pulmonary capillaries in the ego. الدم اللي رايح للليفت سايد هيقل فالبريشر في الليفت سايد بيقل، والدم اللي رايح لو قاسم الباك بريشر على الرايت سايد هيزيد، الرايت سايد بريشر هيزيد لحد ما يصبح الرايت سايد بريشر اعلى من الليفت سايد بريشر. في الوقت ده يحصل ريفرسال اوف ذا شانت. الريفرسال اوف ذا شانت ده طول ما في سترين، وانس السترينينج اختفى ايه اللي يحصل؟ كل الامور ترجع لطبيعتها في السيانوزس وكل حاجه ترجع ايه؟ قلنا مع العمر الطويل للولد ده اللي هيحصل ان المصل لير بتاع البلمونري ارتري هتدخل كويس، وعندنا تخنت ليه لما تدخل البلمونري ارتري السايز بتاعه ايه؟ هيزيد، واليوم بتاعته ايه؟ هتضيق، فبدا يجيله بلمونري ايه؟ هايبرتنشن. لما حصل بلمونري هايبرتنشن اليوم ضيق، الدم اللي رايح للمنج ايه؟ الكونجستيف لانج سيمتومز عادت، لكن الدم اللي رايح للليفت فنتركل واللي طالع في الاورطه برضه قل، فبدا الواد يشتكي من لو كاردياك او الكود ايه؟ سيمتومز. في الوقت ده البلمونري ارتري بريشر حجمه كبر، فهنشوف بلسيشن على البلمونري اللي جاي ونحس هذه البلسيشن، والبركشن هنلاقي فيه هنا ايه؟ كاردس، والاوسكالتيشن هنلاقي سكند ساوند ايه؟ هلاقيه عالي. في مشاكل؟ طبعا الامور دي لما تبقى نجلكتد ايه النتيجه؟ هيوصل ان الدم اللي رايح للليفت سايد قل جامد والبريشر قل جامد، والباك بريشر على الرايت فنتريكل هيزيد، يبدا يحصل الرايت فنتريكل هايبرتروفي. ايه النتيجه؟ رايت فنتريكل بريشر بقى اعلى من الليفت فنتريكل بريشر، فيبدا يحصل بيرمننت ريفرسال اوف ذا شانت اللي احنا سميناها ايه؟ ايزنمنجر سيندروم. طبعا الكلام ده فوجئت هنا نقول مش غريبه ان مجدي يعقوب مصري والهارت لانج ترانسبلانتيشن شبه مستحيل في بلدنا. برغم قافله الخير في اسوان. اولا يعني احنا نتمنى ان كل الناس تبقى زي دكتور مجدي يعقوب، ان في انتماء لبلده عايز يعمل كيرك اهل بلده عشان يعالج الناس اللي عندنا هنا في مصر. هو راجل بيعمل في حدود الامكانيات المتاحه وبيعمل اللي يقدر عليه، ولا نستطيع الا احنا نشكر هذا المجهود له، ويا ريت نبقى كلنا كده. لكن كيف لو ردت الامكانيات؟ وانتوا عارفين احنا عندنا مشكله في مصر او في العالم الاسلامي ككل. عمليه الاورجن ترانسبلانت دي عمليه فيها اقاويل كثيره، هل هي ليجل ولا ايليجل؟ لسه ما زلنا بنقول ده بياخدوا قرنيه ويطلع واحد ولا لا، ياخدوا كبده يطلع واحد ولا لا، ياخدوا جزء من الكبد ويطلع واحد ولا لا. في كثير من المشرعين قالوا ان هذا حرام، في ناس اجازوها، يعني قضيه خلافيه حتى في الاورجن ترانسبلانت. خلاص تخيل بقى انا بقول له خد فرد الكبد هتجيش في الفرد الثاني، اما باخد بقى مطور بعفشه وكل حاجه هارت ولاد واجيلها لواحد تاني، يعني الزبون مات واخد العفشه بتاعته وتروح تقول للاهل مثلا ايه؟ انتوا بقى خدوا السكيلتون وسيبوا لنا العفشه. ما حدش هقبل هذا الكلام، يا ايه يا مشكلته؟ يعني بره الدكتور مجدي يعقوب وبره الطب وبره اشياء كثيره جدا. ما دخلناش في السياسه، خلونا هنا، خلونا هنا في العلم. لما تكبروا لازم الامور تكون اتغيرت وتعملوها. هنا بيقول لي هل البلبيتيشن في العيان ده نتيجه ان الهارت ريت زياده ولا الباور كونتراكشن هي اللي زياده؟ الباور كونتراكشن هي اللي زياده. خلاص بعد كده بقى نيجي نقول الاكزامينشن. يبقى انا في الهيمودينامكس، الهيمودينامكس انا شرحت السيمبتومز ده مشاكل. يبقى في الكلينيكال بيكتشر قلت الولد ده يا اما اسيمتوماتيك، يا اما جاي له كونجستيف لانج سيمبتومز، يا اما عنده بالبيتيشن بوتنشال ساينوزس لو كاردياك اوتبوت وبعد كده بيرمننت ساينوزس. الوقت لو كبير ممكن يقول لك ان انا عندي ايه؟ سبيشال او ليفت اتريوم عنده ايه؟ كبير. لما اجي اعمل اكزامينشن اوف ذا هارت، لاحظوا بقى طبعا بقى اللي انا قلته في المقدمه هنا. لما تيجي تشوف الاكزامينشن اوف ذا هارت ما تحفظش، انت عارف التوبكس، بص
كبرت على حبتين اللي هو الاوضة والرايكيشن. كل الشيبرز الزهارت في البي اس دي ممكن تكبر على الاوضة ومين والرايكيشن بقاس الرايكيشن دي مشاكل. طيب تيجي بقى نقول الانسبكشن الزهارت. اول نقطة في الانسبكشن الزهارت احنا اتفقنا هنتكلم على ثلاث نقط. اول حاجة في بريكورديال بالز ولا لا البي اس دي ممكن الاقي بريكورديال بالز بس في نيجلكتد كيس. لان مين اللي بيعمل بريكورديال بالز؟ رايت فنتريك. هنا الرايت فنتريك مش هيتاثر الا فيري ليت. يبقى في البي اس دي مش هلاقي بريكورديال بالز يبقى سو ليت. الموضوع لازم يكون متاخر قوي لان احنا اتفقنا الرايت فنتريك اخر حاجه كده. النقطه الثانيه الايبس. في الايرلي كيسز اخبارها ايه وفي الليت كيسز اخبارها ايه؟ في الايرلي كيسز مين اللي كبير؟ اللفت فنتريك. ما هي الايبكس هتاثر بالفنتريك. الايبكس في الاول لفت فنتريك وبعد كده في النجريكتد كيسز هيبقى باي فنتريك. ايرلي كيسز لفت فنتريك. اللفت فنتريك لما يكبر السايد اوف ذا ايبكس هتبقى داون اند اوت. هتلاقوها لوكالايز ولا ديفيوز؟ لوكالايز. نيجي للكاركتر. انا عندي هنا في فوليوم اوفرلود وليس بريشر اوفرلود. وادام فوليوم اوفرلود يعني كميه الدم اللي بتضخها كتيره الباور اوف كونتراكشن ايه؟ قويه. فهتلاقي العيان ده تحط ايدك تلاقي الخبطه اللي بتخبط في ايدك قويه جدا. فهقول عليها لوكالايز ولا ديفيوز؟ ها؟ لوكالايز. بتبقى لوكالايز. انتوا معايا ولا معايا؟ طيب يبقى هنا لوكالايز عشان لفت بنتري. لكن ليت هتبقى ديفيوز بقى. ليه؟ عشان الرايت فنتري تراقى بقى ايه؟ يكبر. يبقى خلي بالك البي اس دي الايبكس من الاول شفت داون اند اوت. كويس كده؟ في الاول بتبقى لوكالايز لكن ليت بتبقى ايه؟ ديفيوز. في الاول بتبقى هايبر دايناميك وتخبط بقوه وليه ممكن الاقيها هيبي سستين. ليه تبقى هيبي سستين؟ عشان الرايت فنتركل بيضغط اجينست هاي بريشر اللي هو مين؟ البلمونري. فبيحزق اجينست البلمونري. لما يحزق عشان يطلع اجينست البلمونري السيستول عنده يطول شويه تحس ان الايه تخبط ايدك وتستنى تخبط ايدك وايه؟ وتستنى. ما يعني خلونا انتوا مش هتشوفوا حالات ليه؟ معظمهم هتلاقي هايبر ايه؟ طيب بعد كده نيجي بقى نبص في سرند ولا لا؟ السرند ممكن يتحس على الايبس لكن هنشوف بعد شويه هو اكتر حته يتحس عليها فين؟ مش هنا. ماشي؟ طيب يبقى انا قلت سايد سايد كاركتر سرند ولا لا؟ خلصنا من الايبس. ثاني نقطه نقوم نتكلم على مين؟ النقطه الثالثه في الانسبكشن اند فالفيشن other pulsations and thread. شوفوا انا هشاور على كل الارياز الثانيه. اول حاجه سوبرا سترنال اريا او سوبرا سترنال pulsation هو مستحيل هو الاورط عنده ايه؟ مش هيكبر. الله ينور عليك. والله كل حاجه عندكم احنا عايزين هنا يبقى نظام انسبكشن متروح كده لان شفت انتوا الموضوع اندماج تكتبوا احسن المذكره. طيب احط ايدي على A1 فرست اورت كاري اشوف واحط ايديا ممكن احس بالسيشن على البالون اري. انا اسف على A1 بتقول لا ليه؟ عشان الاورت مش كبير. شفت الدنيا تبقى ازاي؟ تعالى الناحيه الثانيه على البالون اري اري ممكن تلاقي بالسيشن امتى؟ لما يجي له بالون اري هايبر تنشن. يبقى لو لقيت بالسيشن هنا يبقى هنا شايفها ولقيت ديستوليك شوك تمام؟ يبقى هنا الولد عنده قانون الهايبر ايه؟ تنشن. بعد كده ليفت ورايت باراستنال بالسيشن. ليفت باراستنال بالسيشن ممكن الاقيها ولا لا؟ ممكن. رايت باراستنال بالسيشن؟ لا. رايت باراستنال ليه بتقولوا لا؟ عشان الرايت ليفت ما يكفلش. يبقى ممكن الاقي ليفت باراستنال بالسيشن. خلي بالك بقى. مع الليفت باراستنال بالسيشن انا لما اضغط كده بالهيد اوف ميتاكاربال بونز كده اهو اضغط على الحته ديت الاقي تحت ايدي رعشه جامده جدا. ايه الرعشه ديت؟ اللي هو اتجاه مين؟ البلاد فلو
المفروض يطبخ في الورد بتاع بقى البنتريم فيعمل له ايه؟ رعشه. الرعشه دي بحسها ان هي ايه؟ سريلا. ازاي بقى؟ خلي بالك الهب عوض يا ولاد. احنا طالبين من الاستاذ اشرف يجيب لنا البشاورتين دول، واحده حمراء واحده خضراء زرقاء. الهب اساسا احنا قلنا الليفت فنتريكل ايه؟ الاحمر ده الليفت والازرق ده ايه؟ الرايت. الاحمر ده ورا ده قدام ورا، والرايت ده ايه؟ انتير. طيب مكان الانتر فنتريكولار سيكتور في حاجه صح؟ ايه؟ بابسيشن. لكن ما عنديش رايت باراستيرنال، ما عنديش
ايه وان ترانزيشن مع النيه سوبرا سيرنال ايه اوكسيشن. فاحنا المسائل نعمل بيركشن. ما نعمل بيركشن للحظ هنا في البيركشن هما ثلاث حاجات. اول حاجه بعمل بيركشن لاي وان والبالمونري اريا. مين يحرق عليهم ضلش امتى؟ لو الواد عنده بالمونري. لكن لو ما عندوش بالمونري بيركشن خلاص مش هلاقي حاجه. طيب النقطه الثانيه لما اجي اعمل بيركشن للرايت بوردر اوف ذا هارت ممكن الاقي ضلنس اوتسايد ذا رايت بوردر اوف ذا سلم. سمع طقطقه كتير الاقي الحمد والمنه فعلا. ليه؟ انا عمري ما هلاقي في ضلنس بره الرايت اكسترنال بوردر. عارفين ليه؟ لان الرايت بوردر عمره ما ايه؟ ما هيكبر. بعد كده العيان انا ما جبتش سي انديفيوشن ولا حاجه يبقى ممكن ما الاقيش ضلنس بره الايه؟ سهلة؟ اخر حاجة في الاكزامينشن اوف ذا هارت اوسكالتيشن. الاوسكالتيشن اوف ذا هارت في الاوسكالتيشن انا لازم ادي كومنت على مين؟ على هارت ساوند. ادي اس 1 وادي اس 2 اورطة ومين؟ وبلمر اس 1 وادي اس 2 ادي اس 1 اهو والاس 2 اورطه ومين؟ وبلغم. هنا العيانين دول البيرسون سكند ساوند نورمال. انا قلت دول ساوند نورمال ليه؟ لان ما فيش سيره المايتر الباب ولا تريكاس بالباب في حاجه. بقول سكند ساوند نورمال ليه؟ لان ما فيش سيره اورطه ولا ايه؟ بالمونري بحاجه. بس امتى بقى لو البالمونري هارت بريشر بدا يزيد هلاقي البالمونري كومبوننت بدات تعلى. لما البالمونري كومبوننت بدات تعلى اصبح السكند ساوند التو كومبوننت بتوعه عاليين. ايه اللي يحصل؟ سكند ساوند يعلى. يعني. كلام ده غلط. يبقى ممكن الاقي سكند ساوند عالي لو حصل عندي بالمونري ايه؟ هايبر تنشن. يبقى اس 1 نورمال اس 2 نورمال الا لو حصل بالمونري هايبر تنشن هلاقي عندي اكسنتويتد ايه؟ سكند ساوند. بعد كده المهم أول حاجة في الميرمر التايمينج أوف ذا ميرمر هو الأبنورمال فلو اللي كان بيحصل من فنتريكل للفنتريكل كان في الدياستول ولا السيستول؟ في السيستول. في جزء معين من السيستول ولا في كل السيستول؟ أنتوا طبعاً فاهمين يعني إيه جزء معين ويعني إيه كل؟ لأن هنتكلم في كل مرحلة من الكاردورش على جزء من الكارديك سايكل. السيستول مرحلتين حاجة اسمها أيزومتريك كونتراكشن فيز وحاجة اسمها إيجكشن فيز وأنتوا ما تعرفوش ولا فيز. المهم احنا عندنا الدم بيعدي من الفنتريكل للفنتريكل في كل مراحل السيستول. يبقى الميرمر هيبقى في كل السيستول بسميه ايه؟ بانسيستوليك. بانسيستوليك هنواخد من اول الفيرست للسكند ايه؟ ساوند. تبص على الميرمر تلاقي الميرمر مسموع من اول الفيرست للسكند ساوند لدرجه ان حضرتك لا تميز الفيرست ساوند من السكند ساوند. ما تعرفش تميز الفيرست ساوند من السكند ساوند. فتسمعوا ايه بقى؟ هتسمعوا ايه؟ اسمعوا كده. في مشاكل؟ حد سمع فيرست ساوند؟ حد سمع سكند ساوند؟ لان الرقم بتاعي ايه؟ واخد من اول الفيرست ايه؟ للسكند. يبقى اول حاجه التايم. النقطة الثانية الكاركتر اوف ذا ميرمر. الميرمر ده هاتش يعني صوته عالي ولا سوفت صوته ايه؟ واطي. خلي بالك عملية الميرمر هاتش ولا سوفت بتعتمد على البريشر جريدينت. لو الفلو ده لو الفلو بيعدي من بريشر عالي لبريشر واطي الفرق بينهم اقل من 25 ملي متر مركوري يبقى صوت صوته واطي. لكن لو اكثر من 25 ملي متر مركوري يبقى صوته ايه؟ عالي. كده الفرق ما بين الليفت والرايت كام؟ 120 ناقص 25. الفرق بينهم 95. الفلو بيعدي من بريشر 120 الى بريشر 25. الفرق 95 ملي متر مركوري يبقى عالي ولا واطي؟ عادي. زي ما بقول عليه ايه؟ هارش. اسمعوا تاني.
سنين. مش هو ده الكلام اللي انتوا سمعتوه؟ هو نفس الصوت بالظبط. Very harsh verb. اسمعها لما تطلع الآية بقى هتبقى أعلى من الفيرب. كويس؟ طيب النقطة الثانية. يبقى قلنا التايمنج أوف ذا فيربال تنس هيستوريك. الكاركتر بتاعته إيه؟ harsh. نيجي نشوف بقى السايت أوف ماكسيمم انتنسيتي والبروباجيشن. شوفوا بقى أنا هسمع نطاقكم الهارد أهو كل نطاقكم. لو جينا سمعنا الـ السنين هنسمع هنا مرة وهنا مرة. هنلاقي الآتي اللي بالك هنا كده. طبعاً الأريز أهو أنا بعمل أوسكالتيشن زي ما أنا قلت في الكارديك إكزامينيشن إن أنا ببدأ من إيه؟ يا من فوق لتحت يا من تحت لإيه؟ للفوق. نشوف هنسمع إيه؟ خلي بالك. دي السماعة الألم ده. هنا هتسمع كده. بكل حته لكن اعلى نقطه لفت باراستراتيجي كلام واضح. يبقى هنا لما اقول السايد اوف ماكسيمم انتنسيتي على مين اللفت باراستراتيجي اريا بروباجيتد اول اوفر ذا بريكورد. حتى ممكن يتسمع على الباك. ممكن يتسمع على ايه؟ على الباك. الناس اللي هنا اهي نسمع كده اهو. Okay. النقطة اللي بعد كده
دول ممكن يجيلهم ايزنمنجر ولا لا؟ يجيلهم ولا ما يجيلهمش؟ احنا قلنا يجيلهم ايزنمنجر. العيانين دول يجيلهم ستارت جروس ولا لا؟ اي كرونيك ديزيز يعمل ستارت ايه؟ ستارت جروس. بعد كده انفستيجيشنز. ايه الانفستيجيشن اللي عملها؟ شست اكس راي. ايه النقط اللي بدات الروبنت على شست اكس راي؟ اول حاجه في كارديوميديا ولا لا؟ دي حاجه كتير قدامكم؟ ايوه. مين اللي كده؟ السؤال الثاني. كله على الاوضه والرايت هيد كده. الله ينور عليك. بعد كده اللنج فيها بوليميا ولا بلسرا ولا كونجشن؟ لنج بلسرا. في مشاكل؟ بعد كده نعمل اي سي جي. بعد كده اعمل ايكو. الايكو هيقول لي دي ماسكولر ولا ميمبرينوس. الايكو هيقول لي دي سمول ولا ميديوم ولا لارج في السرير. النقطة الثالثة نعمل قسطرة بس قبل مين؟ الجراحة. نعالج بقى عشان نخلص. العلاج أول حاجة ميديكال، إن أنا أعمل بريفنشن أجست انفكتيف اندوكاردايتس. آخر نقطة في العلاج اللي هو السيرجيكال تريتمنت. إمتى أحول العيان اللي قدامي لبتاع الجراحة؟ عشان احاول اعالج بتاع الجراحه فيوز اللي هي ايه؟ اول حاجه العيان كده احنا عملنا ايكو كارديوجرافي في مشاكل. الايكو لو جالي ابص اول حاجه عليا تيجي عليها ان في سي دي ممبرينس ولا ماسكر. لو لقيتها ممبرينس في السي دي لازم اعمل سيرجري از سون از بوسبل. ليه؟ ان الممبرينس دي مستحيل تقفل، مستحيل ان هي ايه؟ يبقى لو كانت ممبرينس من الاول نقول له اعمل جراحه بدري بدري، لان مفيش داعي ان انت تنتظر. واحد ننتظر ليه؟ على اساس العيان بتاعي ممكن البي اس دي تقفل، يبقى هنا كلها ممبرينس مش هتقفل. النقطه الثانيه افترضنا طلعت ماسكولر. الايكو قال لي ان هي ماسكولر. اقوم باصص على التقرير اللي في الايكو واشوف الدايمنشن بتاعتها اخبارها ايه؟ دايمتر او سايز. لو لقيتها اكتر من 1 سنتي اسمها وايد ايه؟ ممبرين او وايد ماسكولر. لو وايد ماسكولر مستحيل برضه ان هي تقفل مهما كبرت العضله بتاعه الهارت مع السن، عمرها ما هتقفل الجاب الكبيره دي. يبقى كل ما لا داعي للانتظار، يبقى الافضل تعمل جراحه مجرد ما اتيح لك الفرصه. يبقى هي لو وايد ماسكولر في اس بي. طب افترضنا لقيتها اقل من 1 سنتي، يبقى دي ايه؟ ميديم سايز او سمول. نقول له بقى انت في احتماليه ان انت تقفل، ان هو يقفل لوحده. فننتظر العمر كام؟ 10 سنين. بس خلال ال 10 سنين دول ما تغيبش عندي انا اكتر من 6 اشهر. يعني اعمل ايه يا دكتور؟ كل 6 اشهر هتروح تعمل ايكو. الايكو هيقيس الدايمتر نشوفها فعلا بيقل ولا لا، ويقيس البلمونري ارتري ايه؟ بريشر. وهو بيعمل متابعه فوجئت ان كل ايكو بقراه بلاقي ان البريشر بتاع البلمونري ارتري اعلى من اللي قبليه، اعلى من اللي قبليه، معناه ان الوزن مع اعلى يدخل مني فين؟ بلمونري هايبرتنشن. لو سبته الوزن ممكن يدخل مني فين؟ كارتن ميجر ايه؟ سيندروم. في مشاكل؟ طيب يبقى هنا لو لقيت ان في رايزنج للبلمونري ارتري بريشر. طيب الوزن كويس. فمرات البشر ما بيزيدش ولا بتاع، بس وصلنا الى عمر 5 سنين او اقصى حاجه 10 سنين وزي ما هي ما قفلتش. النتيجه اسيبه؟ لا، يبقى لازم نعمل ايه؟ جراحه. في مشاكل؟ طيب ده موضوع النهارده. هنتكلم على حاجتين بقى. الحاجه الاولانيه هنقول اللي انا قلته المره اللي فاتت، موضوع حمله التبرعات بتاعتنا بالاوراق اللي جامعه عين شمس. نعمل اجتماع بكره. اجتماع بكره في مستشفى الاطفال، مكتب رئيس الوحده رئيس الدكتوره جميله مختار، تمام؟ الساعه 1 الظهر عشان نتفق احنا هنتحرك ازاي ونمشي ازاي والكلام ده كله، وازاي نوصل لكل ما نستطيع ان احنا نوصله. وهعرف حضراتكم ايه اللي هيثمر عليه هذا الاجتماع والناس المسؤوله عن كل حاجه من الخطط اللي احنا هنحققها. كويس؟ طبعا من الشيء اللي هو يعني انا شايف انه مش غريب.
لان اللي طبيعي بلدنا بصفه عامه ان الناس عند الازمات تلاقي الكل بيتكاتف مع الاخر. انا فوجئت حاجات شديد جدا من الناس كلها كويس وبيتساءلوا ايه هي الوسائل وكذا والمتابعه وعايزين يشاركوا واخدين بالكم. في الحقيقه انا ما كنتش مبهور ولا حاجه لان انا عارف ان ده طبيعينا. دي الشهامه اللي موجوده في هذا الشعب ونتمنى ان تستمر. النقطه الثانيه احنا قلنا ايه في التخطيط. التخطيط تكلمنا على خلاص شفتوا اول ما قلنا ايه النهارده كله في بيت العده صح؟ احنا في الاسبوع القادم عشان معاناة بعض الاهتمام ان هو طبعا الفجر اتاخر الراجل يبقى ضامن اثناء الخروج والقصه دي مش هتاخر معاه الصبح هو زي ما هو. احنا في تعديل بسيط خالص تعديل بسيط ده في الاسبوع اللي جاي. حصه الصبح لا تغيير فيه. حصه الظهر هنخليها الحصه النظري الساعه 1 وفطور الاطفال الكلينيكال بعديها لسببين. هقول ايه؟ بتاع الاطفال هنخلي الحصه بعديها. اولا هو ممكن يحضر الحصه الاساسيه وبعد كده يطلع يصلي ونبدا الكلينيك. ليه بقى؟ لان انا لاحظت لما جبت حاله واحده المره اللي فاتت المره الاولانيه اللي مرت الكلينيكال اللي فاتت دي الناس ما لحقتش كلهم يشوفوا الحاله ومع حصة النظر جه والناس كلها بدأت تدخل فما عرفوش ياخدوا حقهم. فاحنا عايزين في الكلينيكال يبقى الوقت بالنسبة لنا مفتوح بحيث ما فيش حد يمشي إلا ما نشوف الحاجة كلنا. الكلام واضح؟ فمش هنعرف نعمل هذا الكلام إلا ما نكونش ورانا إيه؟ مواعيد. ثانيا بتاع الأطفال بعد أسبوعين هيدخل عليه توتوريال. التوتوريال ده كلينيكال سيشن في الكلية هيبدأ بعد الساعة 1 فبرضه مش هينفع نخلي كلينيكال ايا كان من الاسبوع القادم الحصه الاساسيه 7 صباحا 1 ظهرا وحصه الكلينيكال بعد الحصه الاساسيه. النهارده احنا قلنا البي اس دي عباره عن اللي ما تحبش ادور على الاسئله اللي بعده عشان ادور على كل سؤال. كلام على الاكل البي اس دي عباره عن ديتكت ناس بتتكلم ديتكت بتقدم من تريجر سيستم. انا هقول الكلام اللي هيتقال في الامتحان اهو. طيب ايه سببه؟ اول حاجه ايديوباثيك يا اما ترانزيشن دراكس او الراديشن يا اما كونجنتال انفكشن يا اما انترنال ديزيز يا اما نتيجه ايه؟ نتيجه اسوشيتد ويز كروموسومال او جينيتك ديسوردر. بعد كده انواع البي اس دي يا ماسكولار يا نفرينس يا اما اكوردنج تو ذا سايز وايد ميمبرين او وايد بي اس دي او ميديوم سايز او اسمول وعرفنا كل واحده منهم ايه. كلينيكال برزنتيشن وللعاديين بتوع البي اس دي ممكن يكونوا اسيمتوماتيك يا اما يجوا بلو كاردك اسيد كونجستيف لانج سيمتومز يا اما يشتكوا من بالبيتيشن يا اما يشتكوا من بوتنشال سيروزس يا اما يشتكوا من لو كاردك او بوت يا اما بعد كده بيرمننت سيروز لما يقلب بمين؟ فعايز الميجر سيندروم. الوقت لو الليفت انت عنده كبير قوي ممكن يجيله ايه؟ ديسبشن. اما اجي افحصه اول حاجه بالانسبكشن اند بالبيشن ممكن الاقي بريكورديال بانش بس ليه؟ النقطه الثانيه الايبكس السايت شيفتد داون اند اوت. بعد كده السايت ايرلي لوكالايز لكن ليه بتبقى ايه؟ ديفيوز الكاركتر هايبر دايناميك ممكن سريل ممكن الاقي سريل على الايبكس اذر بلسيشنز اند سريل. مفيش عندنا غير ان انا ممكن الاقي في بلسيشن على البلمونري اريا ان لما يكون عندي البلمونري هايبر تنشن ممكن الاقي لفت باراستنى البلسيشن لما لفت رايت فنتريك ايه يكبر ومعاه ايبي جاستريك ايه بلسيشن لكن اذروايز مفيش حاجه. بعد كده بالبركشن ممكن الاقي دبلس على مين؟ البلمونري اريا لو في بلمونري هايبر تنشن. اوسكالتيشن اس 1 نورمال اس 2 بيعني لو في بلمونري هايبر تنشن. المرمى التايمنج
هيستوريك الكاركتر هاش ممبر سايتوبلازم انتنسي ليفت اوف السيلولر بروباجيتد اول اوفر ذا بريكورديم اند ايفن اتسمع على السيلولر. بعد كده قلنا ايه هي الكومبليكيشن؟ ريبيت تشست انفكشنز. العيان يجيله ديفكتيف اندوكاردايتس، يجيله هارت فيلير ايرلي ليفت ليت رايت فنتريكولار ايه فيلير. بعد كده عايز المنجر استنتج ايه جوس، عملنا له تشست اكس راي كل حاجه كبرت على الاورطة والرايت ايديا وعندهم كلاسولا، اعمل اي سي جي، اعمل ايكو، اعمل قسطره. الميديكال تريتمنت بروفلاكس اجينست انفكتيف اندوكاردايتس، وقلنا الانديكيشن والسيرجيكال تريتمنت ونكمل المره. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.